عسلامة. عسلامة. عليكم. بيان بيان الحمد لله. كمل البارتاج. نوعا ما اي. مرحبا بكم احكي لي. تحياتي. سبيشل في التركينة. ضيف اليوم في التركينة. مش مساسين يعني. ثامر المكي. مرحبا. وسامي بن غربي. تشرف. انا من الجيل يا جماعة اللي خلطت عثارة خلوط. واول حاجة نحب نسألها. هذا سؤالي لي انا. كيفاش عشتوا لوكاتور جومبي؟ كيفاش عشتوا النهار هذاك يعني؟ انا كيفاش عشتوا؟ صبحت راقد خاطر في البريود هذيك كنا نسهروا برشا خاطر كان الناس يتذكروا 12 13 جانفي بالاخص كانت فما سيغتان ستابيليتي معناها في الحوم وكل شيء. فما زدمات متاع وقتها قلنا ميليشيات معناها بعد عرفنا اللي هما اكثرهم معناها الناس تابعين البوليسيه. ودوك صبحت راقد كنت صباح وقتها كلموني ارتسي حاجه غريبه كلموني ارتسي يحبوا يعملوا معايا حوار على المظاهره اللي قدام الداخليه. دوك حسيتها سورياليست على الاخر الحكايه. خرجت ماكش في شارع الحبيب بوركيبه. لا هبطت وقتها في ثنيه داير ارتسي نحكي معاهم في التاكسي. التاكسي خاف من الكلام اللي قلته لهم وهما قصوا عليا لونتين في الاخر. وهبطت قدام معناها وين المنقالة غادي وقصيت للداخليه. وقتها بدات المظاهره قابلت برشا اصحاب بيان سور عارفين اللي احنا باش نتقابلوا من غدوه في شارع حبيب بورقيبه. وتواصل النهار حتىكش لين جات الباقه هذيك مش الباقه فورغون وقتها جاء من باب الخضرة نتاع الشهيد حلمي المناعي الى ترافيرسي لافول. وقتها ملي لعبت كل كانت لاصقه للداخليه كومبليتمون ايموسيون كبيره بيان سور ومومون هيستوريك الحقيقه معناها سا سي كلير. تعديت هذيك فرقت خلقت ديستانس ما بين المتظاهرين والداخليه كمبنى معناها. وبدا وقتها ضربين الكارتوش وضربين لاكريموجين اون فورس وليزاغريسيون وكل القافات وكل الجو هذيك الكل. وصلت جزء باهي من نهار في كر وفر في شوارع العاصمه معناها جو حتى تقريبا للخمسة وشوية متاع العشية اللي جاني تليفون وقتها خرج بن علي جافي اون سورس في المطار اللي يعني عرفنا اللي طيارة بن علي طلعت وكل شيء. ما فماش ترونسبور دونك روحنا دي كيلومتر على ساعتين. سمعتوا انه بن علي خرج كيفاش عشتها؟ فما الجانب اللي ما تصدقش تحب تتاكد من الحكايه اللي داخل فيه كسوسوا لي سيتوياسيون في حد ذاتها سورياليست لكن زاده اللي فما شويه زاده ديفورماسيون بروفيسيونيل نتاع الصحافي اللي يحب يتاكد من الخبر سورتو كي يبدا خبر بالكبر هذاك سورتو اللي ما فماش مصادر مباشره ورسميه وعندها الكريديبيليتي تكلمت في الساعه هذيك او في الساعتين اللي جاوا من بعد. فما جانب اخر دونك كيما قلت لك السورياليست هذاك. فما فرحه لكن او ميم طون فما كلي اي زعما على شنو ناويين الجماعه كان امبوسيبل. فما حاجه بعد شوف هو بور روندر اوماج فما راجل توفى وكان سياسي مهم اودلا دو ليماج كاريكاتورال اللي خذاها في الميديا اللي هو احمد ابراهيم. كان فما كلمة ديما يعاودها وكان يقولها هو كمعارض وقتها في عمل الحملة انتخابية في رئاسيات 2009 وكان فما كلمة انتريسونت برشا يقولها اللي بن علي ستان جيون او بيي دارجيل. فهمت دوك عبارة على هو عملاق لكن سقيه منتين وكل شيء. اي سي تافيري كو سي فري. اما وقتها قلنا شنو ناوي يعمل النظام هذا الكل ما ينجمش عبد ياخذ طياره ويمشي لبرا دوكا كهو وفات الحكايه. وافكتيفمون هي راهو فما حاجه من الحاجات اللي ما نحكيوش عليها برشا جينيرالمون ما توثقتش برشا وكل اللي فما رفو لها خاطر زاد الناس هذوما ما عندهمش المصادر.
اما في الايامات اللي من بعد صارت محاوله معناها الديستابيليزاسيون ما نعرفش شنو هو النتيجه في الاخر بالكل اللي كانوا يتصوروها. فما نهارين وثلاثه اللي صاروا فيهم برشا عنف في الحوم وقت اللي جان الاحياء سي فري كو فما احياء متمسوا اكثر من احياء اخرين، لكن كانت فما هجومات من ميليشيات بالكراهب مسلحين عندهم دي فورغون وكانوا يهجموا وقت على الحوم وكل شيء. دونك حتى ال 18 جانفي معناها حاله تاهب قصوى، نرقدوا بالنهار بالخلاف بالسوايع فلان وفلان وفلان، معناها في كل نهج سته من الناس يرقدوا ويقوموا كل شيء، وصاروا لنا معناها دي كونفرونتاسيون كيما هكاكا. معناها سي دو سيريو، معناها يقول لك انت في الشارع مش في حتى في مظاهره ولا حاجه، معناها يتمد السلاح وترى انسان يتيري عليك معناها مباشره، معناها فما احساس اخر وفما عالم اخر. دونك سيتي سا غروسو مودو. ذا هو بالنسبه لك انت سامي 14 جانفي شنو هي الامور كيفاش تعدي لك 14 جانفي؟ بون 14 جانفي كانت بالنسبه لي الطفره، معناتها خاطر البروسيسوس الكل من ديسمبر، من 17 ديسمبر لل 14 جانفي، رغم كنت لاجئ سياسي عايش لبرا. ماكش في تونس؟ لا مانيش في تونس، تحرمت من اللحظه الثوريه يعني سور تيران بيان سور مالوروزمون، لكن نتبع كمسؤول نواه، مسؤول عن النشر، مسؤول على لي بروجي اللي خدمناهم ديزان من لو 28 نوفمبر اللي هو تونيليكس هبط لي دوسي اللي هبطهم ويكيليكس لو 28 نوفمبر. نحن هبطنا لي دوسي اللي خاصين بتونس في موقع خاص اسمه تونيليكس. دونك من نوفمبر عايش لحظه ثوريه، عايش ان كومول نتاع انفورماسيون اللي هي حرب معلوماتيه، ماهيش سياق ثوري على الارض ميداني نتاع احجار وكوكتيل مولوتوف واحد، لا نيفو اخر، نيفو اخر فرضته ولا فرضته المنفى. وقتها معناتها من 28 فيفريي الى حدود الجمعه الاولى من نوفمبر، كانت من ديسمبر كانت مساله كيفاش نوصلوا تونيليكس الاكثر عباد ممكنه، فهمتني؟ وكنت مسؤول على التنسيق مع دي سيت ميروار اللي هما اللي كانوا نواة محجوبة اللي كانوا متاع نواة الكل محجوبين، موقع يوتيوب تويتر ويكيبيديا كل شيء نواة اي حاجة يعني من تقنيات الحجب في تونس، انه الموكلي نواة في اي URL ما يخرج، معناتها لو كونتورمون دو لا سانسور، ثقافة أسد في الـ في الـ في, الـ في الدياسبورا اللي هي لأن حربنا كل المواقع مش نواة برك تونيزين تونيس نيوز ريفي تونيزيان أي حاجة كنت كلمة الكل مسكرة البي دي بي انفو اتسترا. دونك وصلنا للمرحلة أن استعملنا جوجل أبس أب سبوت موقع خاص اللي تعمل فيه سيت ويب تابع جوجل واللي يل سو بارتاج لي ميم ادريس اي بي مع لي سيرفيس جوجل الاخرين، دونك جوجل ادسنس جوجل سيرش يوتيوب اللي هو جوجل. تخبينا في جوجل وما ينجموا يسكروا جوجل ابس اب سبوت الا ما يسكروا، فهم يافي ان ريسك انه باش خاطر ماهيش حجب نتاع النون دو دومين باش تولي انوتر نيفو نتاع سانسور اللي هو سانسور دون ادريس اي بي. و puisque جوجل عنده دي ميليا دادريس اي بي وكلهم الاستيك واحد كل دقيقه تبدل، لا انت ما تبدلش هو يبدل، مي ايزون بلوكي دي زوتر سيرفيس نتاع جوجل. يعني ميم لي ستارت اب اللي كانت في تونس 2010 و 2011 ايزون سوفير من البيرتورباسيون من لي سيرفيس جوجل على خاطر نوات هبطت تونيليكس في جوجل اب سبوت. بون وكان عندنا بوستيرز اللي هو بوستيرز تهبط في حاجه اي ال سو بارتاج اوتوماتيكمون يعني تبعث بار ميل ان ميل تبعثوا فيه في شي جوان اون فيديو صاير في تونس ال سو بارتاج كوم تويت ال سو بارتاج كوم فيديو سور يوتيوب فما الكروس بوستينغ اللي خدمنا عليه. وانت تحكي الحاجات هذوما تفرجت فيهم كيف الافلام، انا حتى العباد يوم اللي تبعني وديما نحكي لهم على السياسه ولا شنو صاير في تونس، يعني نحن كي كبرنا شويه نقاو فيسبوك واليوتيوب واللازم كل شيء محلول عن وقت اللي انتوما ميم الانترنت كنتوا يعني تلقاو في ديزوتي في وسط الانترنت بيدا باش تخلطوا انفورماسيون
ودخلتوا حاجات كريتيك على السيستم اللي هي حاجات انا بالنسبه لي موفي عرفت نتاع بو احنا مشيره الاخرى معناتها مش مشيره من تونس فما شكون من نوات اللي في تونس دونك يعاوننا دون لو طون رياض كرفالي كان موجود في تونس يعاوننا باش يفهم حاجات شي لازمنا نعملوا احنا من برا مي فينالمون لعبه القطوس والفار هذيا تلعبت من لي زاني 2000 معناتها واحنا نلعبوا فيها دونك عندنا اسبقيه نتاع 10 سنين فهمنا تقنيات الحجب هنا ديكورتيكي لو ميكانيزم لا ماشين دو سنسور نتاع بن علي فهمناها وقاعدين نلعبوا على لي فاي فوالا دونك بالنسبه لي لو 14 جانفي سي تي سا اونتر اوتر وكنت في برلين بروسيس كامل يعني بروسيس كامل 14 جانفي كل مومون هذاك قبلوا فما برشا برشا فما برشا وكنت الحق انا من بدايته من الجمعه الاولى من في ديسمبر من الجمعه الاولى معناتها كنت مؤمن انه بن علي شهر باش يطيح معناتها فما الباترفلاي افكت فما سنوبول افكت فما نظريات في العلوم السياسيه اللي تحكي على انه المعلومه كي ما عادش تقدر تسيطر عليها وانه الناس اللي تفرج في البركون باش تلتحق بالحراك الثوري في لحظه من اللحظات فهمني وعشناها في لوكاتورز في احلى تجلياتها انه كل الطبقات الاجتماعيه في تونس البرجوازي ولد المرسى ولد حمام لمف ولد جبل الاحمر ولد الملاسين ولد اللافايات كي نحكيوا على تونس العاصمه معناتها الاحياء اللي مفرقتها طبقه نوعا ما كلها اتحدت من اجل اسقاط بن علي ونظام فوالا كنت نجم تحكي لنا وانا نويت قبل الثوره كانت كونتر سيستم ديما مازالت كونتر سيستم نحى بن علي دونك كيفاش كانت الشيفت نتاع نويت كيف سوا في الكتيبه نتاعها في اللي زيد اللي باش تدافع عليهم كيفاش كان الشيفت والله ما كان الشيفت هو كان سؤال بلوز او موان وجودي بعد الثوره رجعنا انا رجعت في فيفري ما كانش عندي باسبور تونسي دونك تحصلت عليه بالقوه في 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 لاهي دونك كان السؤال اوكي وصلنا حققنا هدف اللي قامت من اجله نواه عام 2004 انه ساهمنا في جانب اللي هو جانب توصيل المعلومه وتشويه النظام وان بروباغندا مضاده للبروباغندا الرسميه ان في كشفنا المستور نوعا ما ماناش وحدنا فما برشا ناس خدمت وخاصه من تونس وناس من برا دونك شنو نعملوا بنوات تقف المهمه والرساله ولا نواصلوا وكان الاتفاق بعد برشا مراجعات واخذ ورد ان نواصلوا مشروع نوات كمنصة صحافة مواطنية كان هذا ما كانتش حتى مسألة الصحافة الحرفية والمهنية ما كانتش مطروحة احنا سي دي زانفو اكتيفيست ماناشي جورناليست يعني نتمنوا في درجة أخرى متاع الصحافة أنه نعطيه ديزون معنى للصحافة أنه الصحافة من أجل تغيير اجتماعي واقتصادي وسياسي وثقافي هذا هو فهمتني مش صحافة بيور أنه نوصلوا الخبر لا نوصلوا الخبر نوصلوا من أجل إصلاح دونك كان هذا هو الخيار والتمشي أنا نوصلوا تجربة نواة نحو مرحلة أولى اللي هي كانت صحافة مواطنية ومن 2014-2015 نحو أكثر حرفية اللي نواة وتبنينا بلوز او موان المظله الصحفيه انه نواه هي منصه صحفيه. سيمر اخر حاجه قالها سيمي كيفاش الصحافه لاجل قضايا اقتصاديه واجتماعيه لهنا تجبد موضوع الحياد وانه نواه تدافع على قضايا معينه وبرشا عباد تنتقد نواه علاش تركزوا على القضايا هذيك ما تركزوش على كي تبدا فما صاير حاجات اخرين. موضوع الكريتيك اللي يجي ديما نواه على الحياد. شوف اولا اللي ماشي في باله لوسيله اعلام دورها انها تكون محايده وهي محايده سايب عليه من الحكايه ذي سوف كو فما وسائل اعلام تقول شنو هو توجهها شنو هو خطها التحريري وبالتالي شنو هي مرجعياته الفكريه السياسيه وكذا ثقافيه وفما وسائل اعلام اخرى تخبي الشيء هذا اللي هي حاجه سلبيه جدا اللي هي مساله في علاقه بالشفافيه عادي أن وسيلة الإعلام تكون هكاك فما حتى خبر تنجم تقدمه بحيادية تامة استعمال الكلمات المفردات اللي تستعملهم ما بين أنك تستعمل جيروزاليم وأنك تستعمل القدس اللي هي مش ترجمة كهو اللي هي معناها
ما بين أنك تستعمل العدوان الصهيوني وإلا العدوان الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي، اخترت اللينية متاعك. هذا في سياق واضح معناها متاع حرب كيناتي فيه الأمثلة هذوما يكون واضح جدا. أنك تستعمل حتى كلمة الأراضي الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية أو فلسطين أو دولة فلسطين في حد ذاته هنا فما شوى. وحديث نقيس على الديتاي الكل، تنجم حتى المسألة تظهر في الديتاي بساط برشا. به هنا مثلا كنا دوك الحياد كذبة، وبالتالي احنا اعطيني في تونس على خاطر احنا في تونس الكل متى تاخذ الجرايد وتمشي للمرج تاخذ الجرايد كلها إخبارية أسبوعية جامعة، ما هي ذي المشكلة، يومية جامعة إخبارية يومية جامعة. معناها ما ذي المشكلة فيهم، لأنه كيف قلت أنت فما برشا وسائل إعلام تتخبى تقول لك على الأساس الحيد وهي تبدأ تخدم في ديزا جوندا وآخرين. وإنه أنا من الانتراكسيون تاعي مع لي جون حتى كي تعطيه خبر ساعات اللي هو يميل مع قضية معينة وإلا يدافع على حاجة معينة يقول لك شبيك ماكش محايد، شبيك تميل مع حاجه لحاجه. وانت تا تقول لي وانه راه الحياد بالنسبه للصحافه يعني ما تنجمش تعطي خبر وتتعدى كي الحياد هذيك. علاش الحياد ما فماش؟ الموضوعيه نسبيه. أوكي. لكن معناها لازمنا نفرقوا بين الحياد لا نوتراليتي والموضوعيه لوبجيكتيفيتي، معناها سو سون دو نوسيون ديفيرونت. بعد نجيو لحاجه اخرى اللي هي ما فيهاش كلام، النزاهه. النزاهه هذه كان فيهاش كلام، معناه أنا ما نجمش نكذب عليك في خبر وإلا نخبي عليك خبر، لكن الطريقة اللي نصيغ بها الخبر تحدد أنا شنو قاعد نعمل. فما فرق بين أني نكتب عناصر الأمن والقوات البوليسية. فهمت؟ هنا هذا ما فيش حياة، معناه فيه التعبير على موقف معين. أني ما أنا مثلاً ما نستعملوش كلمة الأمن، معناه ما نعتبروش اللي الجهاز هذاك يمثل مفهوم الأمن بمفهوم الأمن. أوكي. أنك تكون إنسان بوليس. آمن خاطر ساعات هو يكون يدافع على المواطن، يعني ويدافع على أمن المواطن. الأمن معناه احنا الراو اللي أكثر موضوعية أنا سميه القوات البوليسية. أوكي. مثلا فهمتني؟ خاطر كيفاش فيها أكثر موضوعية؟ أني أنا ما قلتلكش اللي أنت توفر في الأمن، خاطر أنت كي مثلا تز 300 عبد في ليلة خرجوا يتظاهروا تحطهم في ثكنة ومنهم القصر، انت معني ماكش الأمن، انت تمثل تهديد على المجتمع معناه كي تعمل هكيك. بالتالي فهمت معناه كل حاجة مبررة وكل شواء تاخذه مبرر، والتبرير هذا في حد ذاته خليك تبعد على الحيادة. النزاهة، الخبر هو الخبر، هنا الخبر هو الخبر، الكذبة هي كذبة، الصحيح هو صحيح والغلط هو غلط. كي نحكيو على الوقائع مش نحكيو على الفلسفة متاع بيرسون نو ديتيان لا فيغيتي وجو هذاك، ما نعرفش واش واضح. دونك هذا هو. وبالطبيعة كي نحكيو على قضايا اجتماعية ولا بالطبيعة مانيش محايدين. هي معناها احنا مثلا نواة ما تنجمش في يوم من الأيام ترى نواة تحتفي بعبير موسي مثلا، للأسف بالنسبة لبرشا ناس، لكن بالنسبة لنا نحن هذيك حاجة. علاش؟ على خاطر احنا مراوش تونس في ماضي معين، مراوش تونس بلاش حريات معينة، مراوش تونس بالغباء اللي خلينا نتحملوا نظام كما نظام بن علي، وباش الناس اللي تحملت النظام هذا وساندته. معناها حتى مسألة ذكاء صحيح وغلط مش مسألة ايديولوجيا ولا ديمقراطية ولا واحد بهما، انه نسخيلوا الناس اللي خلطتنا للوضع هذا. خاطر تونس كي خلطت في 10 سنين اللي فاتوا المسؤولين عندهم دور، لكن الشيء هذا تبني على 23 سنة خايخة واكثر منها اللي خايخ في نفس الوقت. ما تنجمش ترى نوايت مثلا تتعاطف والا تكون محايدة ولا موضوعية مع شخص كما مع ناس كما ائتلاف الكرامة او سيف الدين مخلوف. ناس ما تمنش بالحريات، ناس محافظة حد التشدد، ناس شعبوية نهار كله هما في الصفصطة، وناس تكذب على الناس. ديجا احنا عدونا الاول هو الكذب، غادي نبداو. لذا هذوما زوز امثلة سياسية باش نفقعوا الدمالة ونكونوا واضحين مع الناس كل رلاسيون في هذه. اسكو الكولتور هذي اللي في نوات والديفونس على ديكوز معينين عندها علاقة بالشواء نتاع لي زونكيت اللي تخدموا في نوات ولا التيب دي زارتيكل اللي تخدموا في نوات؟ بالطبيعة هو ساعات فما دي كونفوزيون، ساعات ناس يقولوا علاش ما خديتش لونكيت نتاعي، وهي تبدا عركة بينه هو وولد عمه على التراب نتاع جده. فهمتني؟
هنا المشاكل هذه ولو أنه فما ناس تتظلم فيها وكل شيء تبقى مسائل شخصية أو عائلية أو معناها تهم أفراد. احنا وقتاش حاجة تجلب انتباهنا كسوا المقالاتنا ولا التحقيقات ولا واحد كي تمس المصلحة العامة يزم حاجة تمس المصلحة العامة اللي يهمك انت اللي يهمني انا اللي يهم سامي اللي يهم الناس كل النساء والرجال الكل اللي يعيشوا في البلاد هذه وتم مصالحهم وتم كاستهم وتم جيبنا الناس كل والا مصلحتنا حتى بطريقه عامه اكثر من هكا وقتها احنا الموضوع هذاك يهمنا مش نطرحوه للناس كل خاطر احنا شنو نعملوا في الاخر بكل احنا ناخذ خبر ننشره ايا كانت الصيغه اللي تم التناول وتعاطي مع الخبر هذاك من التحقيق للريبورتاج معناها ولا الانماط الاخرى نتاع الصحافه الميدانيه والعائله الواسعه نتاع الصحافه الاستقصائيه هذا الكل شنو قاعدين نعملوا قاعدين ننشروا في خبر نعلموا الناس باش نوصلوا الوعي باش نوصلوا نبنيوا حاجه جديده هذا هو المشروع مش جوست احنا معناها وفي ديزوميرد معناها وكهو وإلا نحب نذكروكم ديما ونكدروكم باللي البلاد مش ماشية واللي فيها فساد واللي الطبقة السياسية فاشلة والشيء هذا ولهنا نويت اعتبر من ميديا الالترناتيف بالنسبة لتو 10 سنين بعد الثورة الالترناتيف لشنية إسكو الالترناتيف المواقع ولا الوسائل الإعلام الأخرى اللي تشوفوا اللي هي ماهيش كيف ما قلنا دافع وقال تقدم في قضايا معينين الترناتيف للشنية ناوي الدب دبر الترناتيف بالطبيعة اي للمينستريم كي نحكيو على اون الترناتيف نحكيو على ان كوران دومينو دونك وفما البديل اللي هو بالنسبة لي انا كي تزيد تفسر لي الالترناتيف بالنسبة للكوران دومينو شنية هو الكوران دومينو معناها فما المينستريم كي نقولوا موزيكا الترناتيف معناها الموزيكا الالترناتيف هذيك معناها انت مثلا قالوا اي تسمع جاستن بيبر هو مثلا ما نعرفش تايلور سويفت ولا ما نعرفش حاجات هكا فهمت لكن بارايور فما موسيقى اخرى جمله اكثر العباد ما سمعتش بها وشويه الناس اللي سمعت بها والموسيقى هذيك تكون متحره ما فماش اماجور دو لاندستري دو ديسك اللي يحكم عليك باش تعمل هكا وهكا وهكا باش تبيع والا اللي يحكم عليك تعمل هكا وهكا باش كليب كي تشاف برشا ويعمل در قداش من فيو والا درا شنو هذا في الموسيقى في الصحافه مثلا المينستريم هو اني ما نجيبش الاربعه ريوس نتاع الاحزاب اللي الناس كل ترا فيهم ونقعد نلكلك معاهم في نفس الموضوع انه ما نجيبش معناها الناس ما عندهم حتى كوسيون انتليكتويل ويرتكزوا سواء على التبهليل متاعهم وإلا على مظهرهم الجسدي باش يعملوا اوديونس ولا حاجة هكا لكن زادة أني ما ارتكزش زادة على سردية السلطة والسلطة شنو تحب تقول أو الأحزاب المهيمنة وكل شيء أني نحاول ديما نحط روحي المواطن فما قيمة المواطنة في وسط هذا الكل اللي هي داير نويت بكري سامي حكي على كيفاش تعديت من ميديا معارض الميديا مواطني اللي يدافع على من بعد الميديا الصحافة متشبثة مهنية ومتشبثة بقيم المواطنة لي فالور سيتويان بالنسبة خاطر تو اي واحد ينجم ديزون خاصة تو انه فما برشا مواقع الكترونية وبرشا حاجات اسكو فمك ديكريتير للالترناتيف يعني اي واحد يطلع يقول الترناتيف ولا على خاطر مثلا هو جست في الديجيتال يقول لك انا الترناتيف بارابور للصحف المكتوب نجم نعلق انا بالنسبة لي الترناتيف هي وينك في المحطات الكبرى والهامة واللي تمثل ان تورنا منعرج في الحياة السياسية ولا اي بوزيسيون تجيك محطات كما صارت في العشر سنين اللي فاتوا فما محطات ما تنجمش كميديات تدعي انك الترناتيف وبديل وما تخش منها موقف او ما تغطيهاش بطريقة اللي توصل فيها صوت المجموعة اللي نعتبروها مظلومة او المجموعة اللي نتفاعلوا ونتعايشوا مع القضايا اللي رفعتها وشعاراتها محطات ناخو انا مانيش مسامح ناخو مثلا اختلالات سياسيه ناخو جمنه ناخو قضايا الجهاد ناخو قضايا الفساد الكبرى اللي اثرت في الواقع السياسي ما تنجمش كصحافه بديله
ما تخوش منها موقف. انا رايي هذا هو لو كريتير اللي يفصل بين الصحافه البديله الحقيقيه، لانه الصحافه البديله في نهايه الامر زاد اتس هايب، يعني في نهايه الامر زاد موضه يلعبوا عليها برشا، اتس تراند يلعبوا عليها برشا مواقع. نسمي روحي صحافه بديله اي حاجه، باش صحافه بديله شنو هو المحتوى البديل بالنسبه للصحافه المهيمنه اللي ثامر عبر عليها بالمينستريم؟ انت شنو الصوت اللي توصل؟ يعني مش على خاطر ديجيتال انت قلت لا، على خاطر لا تنجم تكون، تنجم تكون برنت، تنجم تكون صحافه مطبوعه ونوات صحافه مطبوعه ونتروتر في المجله نتاعها، لكن الصوت اللي توصله الى الترناتيف، لانك تاخذ موقف في انا نعتبر في محطات رسميه، يعني اللي هي كما قلت لك تشكل منعرج يكون صوتك واصل. الالترناتيف زاد سامحني، انت تنجم ترى حاجات اول حاجه يراوها وسائل الاعلام الاخرين عنصر معين، نقطه معين، مثلا يراو 300 موقوف من جمهور النادي الافريقي، اول حاجه يغزر لها الجامعه ورجال الاعمال اللي في علاقه بالنادي هذاك. لا احنا نجم نراو معناها التجاوزات البوليسيه اللي في علاقه بالايقافات هذيك، هذيك غادي 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 الاختلاف. ينجموا يراو البري نوبل نحتفيه بجائزة النوبل، يبين نحتفيه بجائزة النوبل، مي كيسكو سادي، معناه هل انه المنظمات اللي عملت الدور هذاك، هل انه دورهم على شنو يعبر انه المنظمات هذيا تلعب الدور هذايا، بينما انه الدور هذايا نتاع مؤسسات اخرى كيما المجلس النيابي كيما حاجات كيما هكا اللي ما لعبتش دورها. دونك احنا نجمو نركزوا مع الفشل اللي صار باش وصلنا للحل هذاك. تتعاود تو، يعني كان انت تكونسيديري الحاجه هذيك كفشل المؤسسات كسوار المؤسسه النيابيه، واللي هي قاعده تتعاود تو في الحوار الوطني كي نشوفوا انه الاتحاد هابط بالثقل نتاعو. مثلا ولا نولي نقولوا فما مؤسسه فشلت في دورها، فهمت؟ دونك سي اون كيستيون دو بيرسبكتيف زاد دو بي. بما بينك كعملت اكزامبل على الموسيقى والالترناتيف، حكيت على حاجه الكوميرسيال ولهنا يمكن العبيد اللي تتفرج، بما انه نحبوا ترانسبيرونس وكل شيء، نويت ما فيهاش لا دي بوب لا فيها حتى شيء. يعني كيفاش ديما تينوفي، ديما فما حاجه جديده، برودوي جديده، خدمه جديده، جورناليست، العباد هذوما الكل، الفينونسمون نتاع نوايات، كيفاش تعيش نوايات؟ احنا وفيت لقينا رجل اعمال يحب يتحكم، يحب يتحكم في العالم. السيد هذايا شيوعي اسلامي عنده ارتباطات قويه بول ستريت وبارونيت صهاينه نتاع بول ستريت، وول ستريت برشا الناس باش تجد عليه وراهم باش يستعملوا كلامك ضدك. قرروا مكتوبه، قرروا باش يمولونا باش نبيعوا تونس للزاير. الزاير هاي ما عادش موجوده خاطر مزيان محلاها الفكشن، معناها ما توسمي يحكي لك ليه، خاطر الواحد ساعات يسمع حكايات، معناها كي يلمهم الكل ويعمل السنتيز نتاعهم يخرجها تشبه الحكايه اللي حكيتها. علاش سي امبورطون حتى بالنسبه لي انا، خاطر خلينا نقول الهايب نتاع المجتمع المدني بصفه عامه بعد الثوره، وكيفاش فما برشا فينانسمون، وكيفاش فما تخوين، والعباد هذوكم يخدموا اجندات معينه ويحبوا يدوروا البلاد كيف ما قال. خاصه وانه دور النهويات هي كيما قلت انت، انتقل لدور الصحافه مهنيه فيها قيمه نتاع مواطن. دونك سي كريتيك انك تخلط، خاصه النهويات تو توجدها مثلا فيها 800,000، تخلط العباد انه تجي اتهامات نتاع تخوين ومنين تجيبوا في الفلوس وكيفاش. دونك سي امبورطون انه معناتها تراديسيونيلمون بارلون المجتمع المدني يقوم على دو موديل دو فونكسيونمون، انه باش ينجم يعيش ويتعايش مع محيطه ويغير ويوصل للاهداف نتاعو، يقوم على دو موديل، ينجموا يكونوا لي دو موديل هذوما مع بعضهم، وينجم كل موديل وحده قائم على العمل التطوعي الفولونتاريا، وقائم على دي دون دي دوناسيون تاع لي مومبر ولا تاع دي فونداسيون ولا شركات والا رؤوس اموال والا منظمات خيريه تملك الفلوس اللي هي تمول جمعيات باش توصل للقضايا، لانه عندهم قاسم مشترك في قضايا معينه. دونك نمول جمعيه باش تقوم لي بنشاط بيئي، ولا نمول جمعيه باش تقوم بنشاط
نتاع تشغيل شباب ولا نقاوم نمول جمعيه باش باش تقوم باعلام بديل اتسيتيرا. دونك في 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 حال نواة العمل التطوعي صحيح اون با ميزي سور لو فولونتاريا في نواة بيان كو الكوميونيتي نتاع نواة فما برشا ناس منها تعاون نواة بشكل تطوعي لي كونتريبيوتور اللي في نواة يبعثوا في مقالاتهم ملاً في 2024 يقوموا بالشيء هذا تطوعاً لأنهم يحبوا نواة يتمنوا نواة يقولوا بمنصة نواة ويحبوا يوصلوا صوتهم عن طريق نواة مش عن طريق تالوت الميديا. دونك فما الفولونتاريا في نواة لكن ما يظهرش ألور كل كونتريبيسيون متاحهم اللي سبستانسيال بالنسبة لنواة موجودة ألاف المقالات وألاف الكتاب اللي ينشروا في نواة يقوموا بالشيء هذا تطوعي يصنعوا في محتوى اللي عنده قيمة نعتبروها ونوصلوا لهم صوتهم. نحن هنا باش نوصلوا لهم صوتهم. الجانب الآخر بيان كو ما خدمناش ما طورناش برشا لابروش نتاع صحيح. الجانب الآخر اللي هو التمويل. التمويل جاينا من موجود في السيد. دونك تلقى في 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 نواة من لوطا بارتنير تلقى فما 10 ولا اكثر من ممول اللي مرت بهم نواة خاطر نواة تاخذ في تمويلات في 2011 من 2004 ل 2011 الناس اللي أسست نواة هي اللي تمول في نواة خطر ما فماشي حاجة لتمويل لأنه موقع باش تخلص النود دومين باش تخلص السيرفر وذات سيت كنا نخدمه الحمد لله لبرا بعد 2011 لين ولا عنا دي زومبلوي لين ولا عنا ان لوكال عنا ضوء عنا انترنت عنا مصاريف نتاع تنقل إلى آخره نستحقوا التمويل. التمويل هذا منيش باش يجي الدولة التونسية للأسف ما تعطيش تمويل للإعلام من نوع نواة ما فماش رجال اعمال توانسة يعطيو تمويل للنوع نواة خاطر نجمو نضربوهم غدوة ونحن بطبيعتنا مسكرين الباب على اي تمويل تونسي ما نستعرفوش به ما نحبوش نتعاملوا معه. دونك نتعاملوا مع ناس اكثر الممولين متاع نواة هما منظمات دولية معنية بالشأن الصحفي انترناشنال ميديا سيبورت انتر نيوز المنظمات هذوما معترف بهم من الحكومة التونسية يعني اللي عندهم مقرات في تونس واللي يعني هما تأسوا في تونس كجمعيات مدنية في تونس دي برانش ولا سكورسال للجمعيات الدولية للمنظمات الدولية اللي موجودة في مقرهم في الدنمارك ولا في نيويورك ولا في اتسيتيرا. تزرع منظمات دولية وفي تونس تزرع تزيد عرفت تدخل تاع الاجندات وقت اللي هما بيان سور لا شوف اوزر مساله الاجندات الناس الكل عنده شيطان في مكتوبه ونوات عندها 10 اشواط في مكتبها. دونك نحنا بيدنا نحنا بيدنا بيان سور كان عندنا اجندا يا اخي نرضع في صوابعنا ماناش نرضع في صوابعنا عندنا اجندا معناه اللي يقول عنده اجندا ماناش يسخيل. عبيد كانت عايشه يا اخي عملت سيت ولات تكتب وتصور وتمنتي وتنشر واحنا ما نحبوا نوصلوا لشيء ليه يعني معناه نحبوا نوصلوا لحاجة من بعد الاجندا معناه فهم الناس اللي في ريوسهم صور المتحركة قلعة كيكة فوق جبل وغامضة وواحد قاعد يتكيف في سيجار ورا فوتو كبير ويعملوا في مخطط باش يحكموا في العالم ولا وفما معناها حاجات اخرى سامية اللي كان باش يخوض فيها سامحني قصيت عليه دونك بيان سور عندنا اجندا وبيان سور الناس اللي تمول باكو نوات تمول المجتمع المدني الكل ممول من طرف او من اخر سواء اجنبي ولا محلي وعالميا في امريكا بيدا في الاوروب فين تحب انت اي مجتمع مدني المنظمات نتاعو مموله كما قلت لك باللي دو موديل يا اما الفولونتاريا ولا الممبرشيب ناس تعطي في فلوس الاعضاء الانخراط صحيح ولا دي فونداسيون اللي هما يمولوا. دونك نواة بيان سور ماشيه في النموذج هذا اكثر تمويل أكثريته تمويل أجنبي جزء منه تمويل أجنبي عن طريق منظمات مستقرة في تونس اللي هي جزء منها ألماني روزا لوكسمبورغ فريدريش إربرت هاريش بول اتسيتيرا هذوما أحزاب يم ألمانية منظمات تابعة لأحزاب ألمانية في أغلبها يساري أو من الخضر نتعاملوا معها لأن نتقاسموا نفس بتاتر الاجندا في المسألة البيئية ولا في مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقف غادي. تعاملنا مع المنظمات اللي ما عندهاش مقرات في تونس بيان كون الناس الكل عندها مقرات في تونس اللي نتعاملوا معاها عندهم سيرتين مودي اجندا. الاجندا ينجم يكون دفاع عن حقوق الانسان نتقاسم معك احنا كي وصلنا لمرحلة لقاء ونقطة التقاء بين اهتماماتك واهدافك وبين اهتماماتي واهدافي
شنو المشكلة أني نتعامل معك مع شرط أنه الخط التحريري متاع نواة والمحتوى اللي تهبطه نواة ما يتدخل فيه حد، دخل فيه رئيس التحرير ومدير التحرير والصحفيين اللي قاعدة تكتب تقف غادي. يعني ما فهمش واحد يجي نواة يقول لها اكتب لي المقال الفلاني، ما فهمش انسى، تتسكر نواة مخزن مسكر ولا كريم شوم. دونك فما خط تحريري اللي هو سيتاب المكي اللي هو يسعى انه نواة تبقى مستقل. اوكي بي توا ديرنير ما شفنا نواة مشات في فرماج جديدة التكينة فما المجازين كان نجم تحكينا شوية عن واللي النويشن النويشن فما برشا يعني هل فرماج جديدة ذي متاعنا ويت شنية اللي تحب توصل الجديد متاعها شنية تحب تعمل الجديد؟ والله هو امتداد للي نعملو فيه ديجا. تركينا بار اكزومبل اترافير سيت ايميسيون نويت في لينوفاسيون، معناها كانت هي من السباقين، تخلفت شوي في العامين ثلاثة اللي فاتوا، دخلنا في اون اوتر فورم دي انوفاسيون لكن ما تتشافش برشا اللي هي رونفورسي سيكسيون فيديو على الاخر، معناها اسا سي امبورطون لكن زيد نحضروا في الفيرسيون الجديده نتاع السيت وكل شيء. لكن دون لو كادر دو سيت انوفاسيون صارت الفاغ هذيا نتاع الكرياتور دو كونتينو، فهمت اللي الكلمه نكرهها برشا اللي هي عن عليها تحفظات وكل شيء نجم نقشوهم في وقت اخر. مي الحقيقه لقينا واحد فهمتني عنده انرجي اخرى، اون ديمارش اخرى، اون فاسون دو فير اخرى، واهتمام المواضيع اخرى. لقيناه كيما لي بايور كيما الناس اللي تخدم معنا وكل يتقاطع مع اللي احنا نعملو فيه، اي سي اون فيرسيون جونيور نتاع نوات. دونك علاش ليه ما نمشيوش سو بوبليك سيبل اللي يهتم بالحاجات هذيا وهو زاد اللي تعمل فيه بطبيعته يهم البوبليك سيبل اللي عندنا ديجا او جزء كبير منها توت ان ايتون دون نوتر ليني اديتوريال سي ان فورما بارمي دوتر اللي يكون حاضر. فيما يخص المجازين هذاك دوسي كبير لازم ديبا واحد على روحه. الفكره هو احنا الحقيقه مش جديد علينا ان نكونوا كونتر كورون، سيتادير كو الناس كل قالت الصحافه الورقيه وفا وقتها ومشيت على روحها وكل شيء. في الفتره هذيك جينا قلنا لا، معناها ما فيش وقتها تبدل لو تيب دوفر اللي لازم نعملوها للمارشي. صحافه ورقيه بجريده يوميه تطبع 100,000 اكزومبلير يمكن وفا وقتها، صحيح نعطيك وذني معناها كي تقول لي وفا وقتها، لكن تنجم تلقى نشريه بعدد اقل من نسخ، لكن زاده تكون النشريه هذيك ماهيش كل يوم ولا كل جمعه، تكون تريمستريال كل ثلاثه شهور باش تجاوب على الدوموند في حجمها، وفي نفس الوقت فماش ان كونتينو دو كاليتي. ويلزم في الصحافه المكتوبه للاسف اليوم فماش حتى سوبر الترناتيف، فما حتى سوبر مساند الحريات تماما في كل الحالات، يساند الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للناس، يمشي للجهات، يمشي للبلايص اللي ما يمشي لهم حتى حد، يوصل الصوت اللي مش لاقي شكون يوصله. دوك ونواة ماجازين توجدت للشيء هذا وباش تكون زادا ان سوبور دو ريفليكسيون دو كاليتي، فهمت، باش التوانسة يلقاو ما يقراو حاجة باللغة الفرنسوية كي يحبوا يقراو ماجازين ولا حاجة. فما نواة ماجازين تروزيام اديسيون نتاعها اخر الجمعة، اخر الجمعة اللي هي تلقاها في برشا في برشا بلايص مكتبات، في المكتبات اي في المكتبات. بيه 10 سنين بعد الثورة نويت كنت تدافع على حرية التعبير، حرية الصحافة وكل شيء. مالوريزمون بالنسبة لي أنا شفت ديزاكتور خاصة بوليتيك في المجلس، مجلس النواب هذايا اللي هما كونتر هالحاجة هذايا، شفناها في المرسوم 116 وشفنا برشا انترفونسيون. شنو رأيكم بعد 10 سنين بعد الثورة مازلنا نحكي في حرية التعبير، مازلنا نحكي في حاجات اللي تبنيت عليهم الثورة، وفما دي فورس اللي قاعدين يدزوا على كل سوا الحريات الفردية ولا حرية التعبير؟ والله شوف اي فما عباد كيكا مش حرية التعبير، هي راه العركة ماشي على حرية التعبير. هنا احنا في تضارب بين حاجتين، ما بين ديزانتيري فينانسي فلوس لعبة فيها فلوس وفيها مصالح اقتصادية ومالية معناها متاع ناس معينة اللي تساعدها قانون الغاب وسياسيا زادة يساعدهم انه يبدا الميم سايب على البطيخ، خاطر باش نلخصوها على الاخر اللي هو موضوع يطول شرحه معناها
اللي بحكيت المرسوم 116 مثلا وتعديل وكل شيء يتعلق بمصالح معناه الناس اللي تحب كل شيء الميم سايب على البطيخ ومفماش تعديل ومفماش دولة تدخل من خلال هيئة مستقلة فيها تمثيل للهياكل المهنية وتمثيل معناها زادة للكفاءة الأكاديمية وكل شيء باش تعدل القطاع يحبوا كل شيء معناها كما قلت لك قانون الغاب. لكن بار اكستنسيون احنا في تونس عنا سنين مشكلتنا العركة الكبيرة على حرية التعبير وعلى حماية حرية التعبير من رأس المال الفاسد، مش رأس المال ان جنرال، خاطر حتى وسائل الإعلام يكذب عليك وكل الخطاب نتاع المال والإعلام. لا لا، المال والإعلام يلزم يمشيو مع بعضهم. لا ديك حاجة لازمة يا جماعة، معناها جو ريسك دو شوكي سيغتان. لا لازم المال والإعلام يلقاو تقاطع معين، وخاطر الإعلام في حد ذاته هو صناعة وهو اقتصاد وهي مؤسسة اقتصادية. فوالا، ما نحكيوش على نواة في الحالة نتاع نواة، احنا وسيلة إعلام جمعياتية نقود. لكن الاخرين لكن المشكله فيش، المشكله في ترابطه بالمال الفاسد وبالناس اللي ساعدها ما يبدا فما حتى قانون باش تعمل كيما تحب وباش تنجم تحكم فيكم وفي والديكم. كيما قال نبيل القروي كل عام معناها في علق قال اش نعمل بها انا القناه، نحكم فيكم وفي والديكم. هو هذاك مشكلتنا مع فكره انه فما شكون يحكم فينا من خلال وسيلة إعلام. وسيلة إعلام هي من المفروض تكون في خدمة الصالح العام، لا أداة للسلطة ولا الوصول للسلطة. يعني جست حاجة صغيرة مثلا كي تقولوا أنه صحفيين في وسيلة إعلام معينة باش يعملوا خلينا نقولوا خدمة على رجل أعمال اللي موجود فيها، ما ينجموش يعملوها على خاطر باش ما ينجموش بطرق. شوف مشكلة لو كونستا معناتها الناس اللي سمحني ثامر على القصان، فما ان كونستا اللي الكونستا هذايا ماهوش تونسي بحت، معناتها موجود كونستا موجود ومامل نموذج نتاع برلسكوني كتبت برشا بحوث اكاديميه وفي مساله دراسات الاعلام انه نقاط التقاطع بين المال والاعلام والسياسه، وفما اللي دخل معها الفوتبول الكره. لكن التريانجل هذايا اخطر واحد، هو انه نفس الشخص يكون فاعل سياسي، يكون عنده وسيله اعلام، ويكون عنده نفوذ مالي واقتصادي. وقت يتقاطعوا في شخص او في مؤسسه لهنا الخطر. والناس اللي حبت ودزت على تعديل السانسيز هما الناس هذوما، الناس اللي سيتان اكتور بوليتيك، عنده حزب ولا فاعل في حزب، وعنده فلوس وعنده وسيلات. هو وصناعه، كي تلقى ناس تدافع على نفس الحكايه افهم الصناع شكون ولا عارف شكون، فهمتوا الباراشوك شكون ولا. دونك الموديل هذا موجود البرة وناس تشكت منه، وعنده معناتها اللي ديغام نتاعو اللي شفناها في ايطاليا وشفناها في امريكا وشفناها في برشا بلايص. عنده ابنائه في تونس، ودايور ابنائه عضويين ماهمش يعني كي ناخذ انا نبيل القروي ما تلانتي اكسيونير سي برلسكوني وتسيتيرا. دونك سي لو ميم موديل نتاع سياسي اعلامي، وعنده فلوس يحب يحكم فينا، يحب يحكم فينا. اخر حاجه يمكن يا جماعه، خاطر البارح عملت سونداج في الانستغرام 10 سنين بعد الثوره، حبيت نشوف العباد تتبع فيه شنو رايها. تصدمت الحقيقة انه 52% من لي جون اللي تابعوا فيه قالوا انه الثورة كانت حاجة خايبة كي صارت. بالنسبة لكم انتم عباد عاشت في البريود ما قبل الثورة والقمع والديكتاتورية والتضييقات وما فماش حريات، شنو نجم نقول لي جون اللي يخسبوا انه تاو على خاطر بالكريز اللي موجودة تاو ايكونوميك بوليتيك بالكولتور بوليتيك اللي مبنية على المصالح والابتزازات وما إلى غير ذلك، يشوفوا في حاجة يعني تونيل مسكر وأنه الثورة هي كانت السبب في الحاجة ذي؟ والله يشوف هو دبر الوضع الاقتصادي، هو تراكم تاع برشا حاجات ديجا اللي عملوا نظام بن علي بركه في الاقتصاد التونسي، والفرص اللي راتها على الاقتصاد التونسي او في توظيفه متعدد. والتعدد هذايا نتاع المشاكل بيان سور تراكم وخلى مخلفات على الفتره هذيا مبادره، وزاد فما احنا في سياق عالمي كامل، فما لا كريز دي سوبرايم
من 2008 اللي كان عندها ليفي نتاعها. اوكي ليفي نتاعها ماهوش مباشر، مي فما كليفي دومينو في العالم الكل اللي يخلي موازين القوى والعلاقات تتبدل والاولويات الاخرين يتبدلوا. في نفس الوقت احنا ستاتيك، معناها عندنا برشا ستاتيك في الاقتصاد التونسي، عندنا بريسك 30 سنه ستاتيك، ما عملنا حتى شيء جديد في الاقتصاد التونسي، بل وقاعدين نزيدوا في المشاكل، وكل مره كلون اخر، وكل مره عائله اخرى، وكل مره ما في اخرى تكمل تسطو عليه. دونك هذا الريزولتا نتاع الكوميول نتاع التراكم اللي كان زاد نتاع بهيمه صارت مؤخرا في السنوات القليله الفارطه، هذا ما يمنعش سوء حوكمه وما فماش نظره سياسيه وما فماش نظره استراتيجيه وما فماش معناها رؤيه، معناها جنرال توكور معناها ما فماش من الناحيه الاقتصاديه. دونك هذاك علاش جاي هذا الكل، وهذاك علاش نعيشوا في الوضع الاقتصادي هذا اللي دونك الخايب برشا هذا. من بعد راهو فما ناس نفهمهم كيقول لك حريه التعبير ولا حريه التنظم ولا 220 حزب ولا برلمان ولا واحد، شو عملنا بيهم؟ ليه عملنا بيهم؟ عملنا بيهم انه اليوم ما فما حتى حد ينجم حقه يتهضم ويسكر فمه ويقعد في تركينه وما عنده ما يعمل. الحقوق في التقاضي على جميع انواع معناها الظلم اللي تنجم تتعرض لهم وليت مضمونة، والرقعة متاع طرق التقاضي والأساليب هذيك كثرت. لكن زاد حتى حرية التعبير في حد ذاتها سلاح، ياما ناس صار فيهم مسار وما نجموش يحلوا فيهم وكل شيء. وكان فما برشا ناس ما في بالهمش باللي صار وقت بن علي الكل، يزم يولي في بالهم وقت مسؤوليتهم هما، خاطر ما تنجمش تعيش في الرقعة اللي انت عايش فيها وتتجاهل الباقي الكل من اللي صار. فما ناس ديارها تهدمت، فما ناس حياتها تحطمت، فما ناس طيشت البرة من ديارها، فما ناس فكولها رزقها، فما ناس فكولها نساها، فما معناها حاجات صاروا في البلاد هذية وانتهاكات صاروا للبلاد هذية، خصوصا على الأفراد ولا على المجموعات. كي نحكيو على الجهة ضحية مثلا ولا نحكيو على المناطق، وبرشة مناطق مهمشة، فما مناطق مهمشة أكثر من مهمشة، فما مناطق مهمشة ومقموعة وكان عجبك ونازك للحبس، فهمتني؟ دوك فما هذية الكل. دوك انت اليوم كي تقول وقت بن علي خير، سكو انت مرتاح على جنب الذل، والا انت مرتاح مع لا وعي معين، وبالنسبه ليك مصلحه بقيه المجموعه الصالح العام اللي نحكيو عليه ما يهمش، مادام مصلحتك انت الفرديه الضيقه امورها واضحه. جست لهنا قبل ما تعطيني رايك سامي بربر النقطه ذي، لا مثلا لي جون اللي تو 16 و15 17 سنه، اسكو تشوفوا انه فما مانك كوسافا اشيفاج دوكيومونطاسيون والا صحافه بيده باش انها يعني تفسر للي جوني طالعين تو شنو هي صار في وقت بن علي؟ خاطر انت تقول وانه الرول نتاعهم انهم يمشيو لوجو، اما زاد الرول نتاع ديزانستيتيسيون والا الصحافه والا دي رياليزاتور انه هو مش على وقت بن علي، كهو الذاكره نتاعنا الكل عندنا مشكله معاه. معناها تو اللي فما الواحد كلام يقراه في فيسبوك نتاع ناس تقول فيه ماهيش فاهمه شنو معناه، ما نفوش احنا ولاد الفلاقه يا دي، منين ولاد الفلاقه؟ معناها شو مدخلك في ولاد الفلاقه؟ راهو فلان صباحي يا اخي، ساهله كلمه صباحي معناها تعرف شنو معناها وفين توجدت كلمه صباحي باش تدور يا فلان يا صباحيه، ساهله هي الحكايه مش تفدليك معناها. دوك هذاك يوسف والاخر بورقيبي في بالهم، كيف في بالهم اللي كانوا فرد حزب وكانوا رفاق وبعد ما تفهم معناها برشا حاجات. والله انا شوف الناس اللي مش عاجبها الوضع بيان كون شاطرها في انه فهم برشا حاجات ما فما ما يعجب معناتها بيان سور الكسوا كيما عقب ثامر على الوضع الاقتصادي، للاسف ما كانتش فما رؤيه. الطبقه السياسيه اللي حكمت يا اما ليبرالي معناتها بليزوموا راديكالي يحب يبيع البلاد مؤسسه العموميه اتسيتيرا للاكثر لبليزو فرون، يا اما ناس ما تفهم شيء في الاقتصاد. دونك ما كانتش فهم رؤيه اقتصاديه، ومام المشكل الاقتصادي ما تطرح كان مخر معناتها في المرحله التاسيسيه 2011 الى حدود 2013 14 المعركه الاقتصاديه طرحوها اربع كعبات، فهمتني؟ ما قالوا ناش كعبات اللي تنقض في 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 مساله القروض والتداين مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، يعني فم بعض اصوات اللي كانت عندها مشكله مع المقاربه الاقتصاديه لو ما كانتش فما مقاربه اقتصاديه من السلطه الحاكمه.
دونك المساله الاقتصاديه بدات تطرح 2014 15 خاصه الكوميول نتاعها مساله مانيش مسامح والفساد والكوربسيون والدوسي هذاك بدات تتحل اكثر ومن وال التنميه وجمنا والسرس والهويديه. دونك الجهات كان عندها بلوس موان لابور في اعاده طرح المساله الاقتصاديه والاجتماعيه والاقتصاد التضامن الاجتماعي الى اخره. دونك الدبا بيدو جا مخر وطوميا اللي جا. دونك بالنسبه للناس اللي فات فم زوز حلول انا نراها كسوا انا كشخص ولا حتى ولاد عمي ولا اخوتي ولا اخويا فاتت من البلاد تخرج والا يا خويا يكونتريبي شمر يديك وهبط وصلح واعمل حاجه. تقول لي ما فماش فرانك يا خويا انا ما تمنش تنجم تقلع اوبورتونيتي صعيبه سي سور البيروقراطيه التونسيه على السوفييت يونيون معناتها مقيته وخمج نعرفوا كل العراقيل موجوده باش ما تشجعكش انك تكون مبادر اقتصاديا وتقلع على الفرنك، لكن هذا ما يعنيش انك ما تنجمش. فما برشا تعب واخويا هذه هي البلاد تحبها اعمل حاجه فيها تفضل اختص. ما تحبش تحب تسافر تكون عندك تجربه تحرق انت حر فازي تحب ترجع مرحبا ما تحبش ترجع بالسلام. اخر حاجه يمكن النجم نسكروا بها وانه البلاد فيها الباهي فيها الخايب وانت لوين تخزر وكان تحب تعيش لهنا راك تنجم تعيش اما زاد انك انت حر كان تحب تسلم في البلاد وتخرج نهرق صح مش تسلم مش معناه بالضروره تسلم اي ما انت حر انك تخرج اي حاجه عندكم تحبوا تقولوها فينا الماء لا سيبا لا لا ما عادش عندنا ما نقولوا سي بوكو يا جماعه بوسيبلو ما سبيشال تركينا مره لايف في المستقبل سينا في الامان ستي سيف وقعدوا في دياركم على خاطر حجر صحي سينا تتخطاو ردوا بكم على روحكم باي باي تشاو تشاو. We'll be right back.